كثير من الناس يسمع سيارات الطوارئ الحقيقة تطلق نداءاتها لفتح الخط أو الخطوط لتؤدي واجبها، لكن بعض السواقين الحقيقة تساهل بهذا الموضوع، بعدين بعضهم يخاف أنه يتجاوز الإشارة أنه يأخذ مخالفة. الحقيقة هذه ما فيها مخالفة وقت الحاجة والضرورة، زي الطوارئ زي الدفاع المدني الأحمر ممكن إذا كان في فرصة لك أنك تفتح لهم المجال، وإذا كان في فرصة فأعتقد أنه ما أنك معك الحق أنك تتجاوز الإشارة حتى أنك تفتح الخط، لأنهم يؤدون أنهم عمل حقيقة يكون مستعجل أو يكون حاجة ضرورية، فلا بد أن نتعاون معهم. نشوف أنه كثير من الناس حقيقة يعني أنهم عند الإشارات تون يعني شاهدنا سيارة الدفاع المدني يعني تأخر شوي، وهو كان يطلق إنذارات للسيارات، والسيارات صاحبين السيارات خايفين الحقيقة إنهم يتجاوزون الإشارة، فبعضهم حصل مكان إنه يتجنب الطريق حتى يفتح الخط، وبعضهم ما قدر إنه في مجال إنه إلا إنه يتجاوز الإشارة. فبعد نداءات متكررة من سيارات الدفاع المدني تجاوز بعضهم الإشارة وفتح الخط لسيارة الدفاع المدني. فأعتقد أنا أنه في حالة أنه وجود سيارة الطوارئ عند الإشارات تطلق صفارات الإنذار، أو في طبعا تكون رايحة تؤدي عمل ضروري، فإذا كان في مجال أنك تفسح الخط بدون تجاوز الإشارة فهذا طيب منك، بدون انك تتجاوز الاشاره فهذا يعتبر طيب، واذا كان ما في مجال مالك الا انك تتجاوز الاشاره. فاعتقد ان شاء الله انه هذه الامور يعني من الضروريات اللي تجاوز عنها المرور بالمخالفه. فليت بعض الناس انهم اذا شافوا سياره الطوارئ يكون يفسحون المجال لها، لانها تؤدي عمل الحقيقه يشكرون عليه، وعمل وطني خدمه للمواطن. تحياتي.